وصراحة الأداء ديال النتيجة كاينة، ولكن الأداء ما كيبشرش بالخير. حنا مع ليبيريا، احتراماتنا للمنتخب الليبيري، منتخب متواضع. يعني هذا الأداء هذا وانت باقي لك 5 شهور لكأس العالم صعيبة شوي. يعني ضروري أنه يكون واحد التغيير صالح ديال المنتخب، وتغيير كنهضر على المدرب. التغيير ديال المدرب ولا ضرورة، لأن السيد ما عنده ما يعطي. هذاك الشيء اللي كان تأهلنا، ساعدونا ظروف أخرى، خدم ما غاديش نذكروا الخدمة، ولكن كانوا ظروف. لعبنا المباريات التصفيوية كلها في المغرب، مباراة فاصلة كانت مع الكونغو اللي ماشي الكونغو اللي كنعرفوا. كيبان لي وقت التغيير جا ديال المدرب، وتعطى صلاحيات كاملة. إلا كان مدرب وطني تعطى له صلاحيات كاملة بحال اللي تعطى لهذا المدرب. والجمهور المغربي أمامك، ودابا راه كيعبر على ما كنوش شعبويين. السيد هادشي اللي عطاه، ما بقاش ما كانوا ما يعطينا. حتى الأداء ضعيف جدا رغم الانتصار، المباراة ما تغيرات حتى بعد ضربة الجزاء. وهذا الأداء هذا غير مقنع بتاتا. المشاركات مع منتخبات اللي كتلعب كرة قدم حديثة وتكتيكية ومع أطقم تدريبية اللي كتدرس الخصم، راه ما غنلعبوش الكرة، ما غنتمكنوش أننا نديرو واحد المستوى اللي يكون مشرف للراية الوطنية. واش حنا جايين من مدينة فاس باش نساندو المنتخب الوطني، وديما غنبقاو نساندوه. تنشكر هادو اللاعبين هادو، وتنقول هاد الناس اللي ينتقدوا المدرب، بعدو من المدرب خليوه يخدم شي شوية، مابقاوش حاضينه حيت راه بقوه الهضره تيتلفوا بزاف د الحوايج. وشكرا، وهذا الشيء ما تنتمناوه. مباراه ماشي في المستوى كبير، مباراه متوسطه. الاداء ما كاينش. فريق الوطن المغربي خاصو مدرب يكون مغربي 100%. وحيد خليلوزيتش ما قدم اضافه للفريق الوطني. كنشوف اللاعبين اللي هما ماشي جاهزين 100%. خاصو يتعاود النظر في هذا المنتخب هذا، لان اللاعبين اللي كيستدعوا من اوروبا ما كيمارسوش فروق ديالهم. واحد 30% هما اللي كيلعبوا في الفروق ديالهم، الاخرين كي كنشوفوا كيكونوا في الاحتياط ولا ما كيكونوش كاع. هناك اللاعبين في البطوله الوطنيه اللي قدموا الحمد لله اليوم مستوى كبير، اللي نتمنوا ان شاء الله الجامعه دير شي حل مع هذا المدرب قبل هذا المونديال هذا، لان هذا الفريق هذا الحمد لله خصو مدرب يكون مدرب مزيان. ونتمنوا ان شاء الله الخير مستقبلا. مباراه لا علاقه صراحه، ما عجبتنيش، ولكن اللعابه خاصهم مدرب. طيب هذا المدرب هذا يمشي بحالاته، ما عندنا ما نديروا به، خصو يمشي بحالاته، خصو يمشي بحالاته، خصو يمشي بحالاته. ارحل. اللعابه كاينين، ولكن خاصنا مدرب هو كلشي. خاصنا الركراكي يدرب الوداد، يدرب المغرب. الركراكي يدرب المغرب والوداد، ما كان لا اداء لا والو، ما كان لا اداء لا والو. هو كانت النتيجه، ولكن الاداء ما كاينش. هذا المدرب هذا مع النتيجه، ولكن الاداء راه ما كاينش، اداء راه ما كاينش. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين، وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.